إذا كنت حابب إنه تلاقي طاهر تعا عتبي ليه؟ فوراً، أنت شو عم تستنى؟ ركاب سيارتك وتعا. عمهلك شوي. مين هاد؟ انت وعم تسوق السيارة ترك التليفون من ايدك. ترك التليفون وركز. لك مين هاد؟ يا صبايا، كتير مهم هذا الحكي اللي عم تقولوه. هالفكرة كتير حلوة. يعني هي فكرة ماما والله، مو فكرتنا. أنا بالنسبة لإلي جاهزة إنه أعمل كل شيء بقدر عليه. أسماء، موضوع طلاقي شو صار فيه؟ طمنيني، في أمل؟ أكيد طبعاً. يعني الرجال يلي رافع دعوة على مرته ومتهمة بخطفه أكيد ما رح يوقف ويقول أنا بحبها لمرتي ومناوي طلقها بنوب. طبعاً القاضي ما رح يقتنع ورح يخلي الدعوة تمشي. رح يطلقني يعني؟ إيه، من أول جلسة. طيب وقضيتنا نحن شو من شانها؟ روقوا هلأ، لسه في وقت عليها. طيب وفي أي أخبار عن نفس؟ أنا حكيت مع علي من شوي وهو ما عنده أي خبر، بس بيكونوا وصلوا على الأكيد. بدهم وقت ليزبطوا أمورهم وبعدين بيحاكونا. لكن نفس للأطعمة رح يرجع ويكمل من أول وجديد، ما؟ إيه إن شاء الله. ايه، بتكون نفس بحاجة للمصاري لبين ما يزبطوا شغل إلون، ومنصير نحنا منبعت له. صحيح. بالمناسبة كنا عم نفكر موضوع المحل هلأ مو وقته. إذا ما في مشكلة عند الشيخ بيكون أحسن نعمل كل الشغل هون بالبيت. ما في مشكلة، بالعكس عمي حيكون مبسوط. بصراحة حيكون في عنا مشكلة وحدة بس. شو هي؟ الإعلانات القديمة كان في عليها رقم نفس ونحنا لازم نغير الرقم. طيب قوموا، ليش قاعدين؟ قوموا يلا. أنا بعرف المكان اللي طبعنا عنده الإعلان، منروح لهنيك. ممتاز. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.